مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لاعب 12 والشرقية، حلقة جديدة متابعات مهمة بالتأكيد بحلقة اليوم، نبديها بعد فاصل قصير. هواي أمور وهواي متابعات ولقاءات، وتعبنا الشباب اللي ويانا اليوم بالبرنامج. عندنا متابعة مهمة جدا لاختبارات اللاعبين لاعبي الناشئين اللي يجريها الجهاز الفني للمنتخب ناشئة العراق بقيادة الكابتن عماد محمد، كابتن حسان تركي، كابتن أحمد والي، كل الكباتن الموجودين اليوم في إقليم كردستان في محافظات شمال العراق لاختبار لاعبين من تولد 2004 و2005. يوم أمس كانوا بالموصل واليوم في أربيل وغدا بالسليمانية إن شاء الله ل اختبارات اللاعبين واجراء الاختبارات. كاميرا الشرقيه كانت يوم امس متواجده في ملعب الموصل. تحيه شكر وتقدير للاستاذ جمال البدراني ومكتبنا بالموصل على متابعتهم. وايضا اليوم احنا كنا متواجدين بملعب نادي اربيل لمتابعه الاختبارات التي اقيمت اليوم صباحا، واكو اختبارات الساعه 6 العصر ايضا راح تقام، تقسمت على وجبتين. تغطيه كامله لهذا الموضوع بحلقه اليوم. عندنا حديث مهم مع السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم، خاص باللاعب 12، للحديث عن امور مهمه متعلقه بمحكمه كاس، متعلقه بمن هو رئيس لجنه المنتخبات المقبل، بموضوع اوسكار ابن المدرب كاتانيتش، بلقاء راح نتابعه مع السيد عبد الخالق مسعود بخصوص هذا الموضوع، مجموعه من الاخبار الاخرى ايضا. وايضا عندنا خبر توقيع كتاب رياضي منجز رياضي للدكتور صالح المالكي الخبير القانوني الرياضي، اللي اليوم امس كان هناك حفل توقيع كتاب الرابع الخاص بالمنشطات وتاثيرها على السلوك الرياضي. وايضا راح يكون عندنا اتصال هاتفي مع السيد علي الاسدي عضو اتحاد كره القدم العراقي. المفروض اليوم اتحاد كره القدم العراقي يوقعون عقد تجهيزات والملابس اللي راح يرتديها المنتخب الوطني العراقي، نتابع هذا الموضوع مع السيد علي الأسدي. خلينا أولا نذهب إلى الجهد الكبير والرائع اللي يبذله الجهاز الفني لمنتخب ناشئة العراق، الكابتن عماد محمد، الكابتن حسان تركي، الكابتن فريد مجيد أيضا وياهم، كابتن محمد ناصر شكرون مدير الفريق، الزميل العزيز أستاذ حسين البهادلي، كلهم متواجدين بجولة مكوكية لإجراء اختبارات اللاعبين الناشئين تمهيدا لانضمامهم للمنتخب الوطني ومن ثم المشاركة بالاستحقاقات. أول التقارير عن هذا الموضوع نتابع. بحثا عن أفضل اللاعبين، لا زال منتخب الناشئين بكرة القدم يفتش في كل محافظات العراق ويجري اختباراته على قدم وساق من أجل اختيار أفضل العناصر والتي ستمثل هذا المنتخب خلال الفترة القادمة. الطاقم التدريبي وصل إلى أرض الموصل لهذا الغرض من أجل استقطاب الأفضل ممن شاركوا في الاختبار، وها هو اليوم يتواجد في أربيل وموعد آخر مع مواهب جديدة في محافظة أخرى أيضاً. خطوة إيجابية تعطي الفرصة للجميع دون استثناء ولا تظلم أحداً بعد أن كانت الاختبارات تقتصر على العاصمة بغداد. ونتمنى فعلاً أن تبنى المنتخبات بهذه الطريقة السليمة لكي يكون الاختيار صحيحاً وبأعمار حقيقية تلعب أطول فترة ممكنة مع الأندية والمنتخبات الوطنية. زيد السراج للاعب 12. خلينا نوجه التحية للجهاز الفني لمنتخب الناشئة ولكل العاملين الشباب من الكباتن الرائعين اللي احنا صار لنا كم يوم متواصلين وياهم، جهد كبير وتعب على هذا العمل الكبير اللي يقومون به. ومثل ما نشكر الكابتن عماد محمد وفريقه اللي وياه، خلينا نوجه تحية لأهلنا الرائعين بمحافظة الموصل، لهؤلاء الأبطال من اللاعبين الصغار اللي متمسكين بالحلم ومتمسكين بالحياة ومتمسكين بعشق وحب كرة القدم والرياضة، اللي جوي بهذه الأعداد إلى ملعب الموصل وهم يطمحون أنه يوم من الأيام يخلون علم العراق ويمثلون منتخب وطنهم ومنتخب بلدهم.
بصورة رائعة وكبيرة. تحية لأهل الموصل، تحية لهؤلاء الصغار الكبار بعطائهم، بعملهم، بحبهم لوطنهم، ونشد على أيديهم. وحقيقة هذه رسالة أنه الموصل، شعب الموصل، أهل الموصل، ناس تحب الحياة، ناس تريد تعيش، ناس تعشق كرة القدم، ناس تعشق وطنها وبلدها. والدليل هذه الصور الرائعة اللي شاهدناها يوم أمس بملعب مدينة الموصل، وهذه الأعداد من اللاعبين اللي حضروا هذه الاختبارات أملاً أنه يخدمون منتخبهم بيوم من الأيام. الكابتن عماد محمد بحديث للاعب 12 أيضاً تحدث عن أمور كثيرة سألناها عليه الكابتن عماد محمد، وهذا الحديث عن هذه الاختبارات نتابع. بغض النظر عن سؤالك، احنا بالاول والاخير من استلمنا المهمه خلينا على عاتقنا انه نخدم البلد مثل ما خدمناه كلاعبين، نريد نخدمه كمدربين. ماكو فرق ان شاء الله احنا ما بيننا وما بين الاتحاد، اكيد احنا طالعين بامر اداري الى مدينه اربيل ولا منطقه كردستان، فالتكاليف اعتقد هي على الاتحاد. احنا طبعا اكيد جايين بسياراتنا الشخصيه، هذا شيء طبيعي جدا انه نريد نتنقل بحريتنا، لكن كل التكاليف طبعا على عن طريق الاتحاد في مدينه في اقليم كردستان. احنا مثل ما قلنا انه احنا راح نعمل على مبدا انه عدم التزوير، هذا المبدا الرئيسي اللي احنا ركزنا عليه خلال هذه الفتره لبناء جيل حقيقي يخدم المنتخبات الوطنيه الاولى بالمستقبل، بعد 5 سنين أو 6 سنين يكون اللاعب يعني يخدم المنتخب الوطني ويخدمه لفترات طويله 15 سنه الى 16 سنه انه يلعب للمنتخب الوطني. اضافه الى ذلك ماكو لاعب يكون بهذه الفئه ويكون لاعب جاهز، يحتاج لعمر تدريبي، وهذا العمر التدريبي يعني اعتقد يتجاوز 4 سنين 5 سنوات على مود يقدر يحصل على مبادئ كره القدم، لان تعرف انه احنا من شفنا الاكاديميات وشفنا الانديه، انا اعتقد يعني انا ما اريد ابخس حقهم، لكن عملهم عمل الكوادر التدريبيه او الاجهزه الفنيه اللي متواجده بالاكاديميات عمل ضعيف جدا بصراحه، اللاعب غير متعلم، ما عنده عمر تدريبي على مستوى عالي، يتدرب على ملاعب كلها تارتان، وهذا جانب مهم جدا، اللاعب من ينتقل من الملاعب التارتان للملاعب الطبيعيه ايضا يحتاج لوقت على مود يتعود. كل هذا احنا بالاضافه لذلك الجوانب الفنيه اللي يفتقدوها اللاعبين، غالبيه اللاعبين هسه احنا ما نريد مثلا نقول، لكن هي هذه نقاط رئيسيه جدا يجب ان نعطيها لكل المدربين وكل الانديه والاكاديميات. احنا راح نعمل ما نقول من الصفر، لكن راح نعمل ممكن من 10% او 20% ونصعد مع اللاعب، يعني المواهب موجوده لكن قلت لك ما عندها عمر تدريبي، لكن المواهب متواجده وان شاء الله اي اكيد والله موجودين في اكثر من مكان، شفنا لاعبين جيدين، شفنا اكو العراق ولاد، شفنا عماد وشفنا يونس شفنا نشأت وشفنا كثير من اللاعبين، شفنا هوار. بس احنا قلت لك العمر التدريبي مهم جدا للاعب، يعني احنا ممكن هسه نروح وبتصفيات وبنهائيات وممكن ما نحقق نتائج، لكن هذا لازم يكون طبيعي، لازم يستمر هذا الفريق ويقدر يواصل على مود يقدر يخدم المنتخبات الاولمبيه والوطني ان شاء الله بالمستقبل. ايضا تحيه للعاملين مع الكابتن عماد محمد. طبعا عماد محمد لاحظنا بتصريحه انه تكاليف هذه التجارب والاختبارات كلها يتحمل اتحاد كره القدم، قال تنقلنا على حسابنا الشخصي بسيارتنا الشخصيه، لكن اكيد الاقامه والضيافه هي معروف بكل العراق، وما يروحون نجوم المنتخب موضوع ترحيب وضيافه، وبالتالي كل هذه الامور كانت موجوده. الكابتن محمد ناصر شكرون، الكابتن فريد مجيد ايضا، والزميل عزيز حسين البهادي تحدثوا عن هذه التجربه، نتابع. يمكن هي الجوله اول كادر يعمل بهاي امور، هو هذا هدف انه ما نظلم اي لاعب، اعطاء فرصه لجميع اللاعبين. تعرف انه بعد الفترات الاخيره انه لازم ناكد على الاعمار الحقيقيه، والاعمار الحقيقيه بهيك يعني تعرف محافظات ما يجون ولا اكو دوري لهم، فتضطر انه انت لازم تسافر وتكتشف هاي المواهب، هذا
خدمة للعراق، وإن شاء الله الكل يعمل بها. تعرف أنه الدوري ينطي مواهب كثيرة، لكن ماكو دوري أعتقد راح يأثر، وهذا راح يضاف مسؤولية كبيرة على الكادر التدريبي. يعني المواهب أنت لازم، إحنا جاي نضطر أنه نبحث عنها. تعرف أنه لاعب ناشئ بهيج عمر 14 و15 سنة صعب أنه يتواجد، لكن هي كل عمل بي صعوبة، إن شاء الله تظهر نتائجه بالمستقبل. أعتقد أنه استعجال على هذه الأعمار، هذه الأعمار راح تمثل هم جيل المنتخب العراقي، لأن أعمار صحيحة وحقيقية، وإن شاء الله راح يعملون مع كادر جيد ويظهرون بمستوى يليق بمنتخب ويلعب فترة أطول بالمنتخب. شوف أكيد إذا أكو كان تنظيم، يعني إذا أكو تنظيم حتى لو يجي هذا العدد، يعني أعتقد أنه الأمور ما كان بها تنظيم، يعني يجي عدد 300 وبدون تنظيم، بالإضافة إلى أنه الموهبة تبين، هي الموهبة تبين. يمكن أكو عتب، أكو يزعلون على الكادر التدريبي أنه ما اختاره من ضمن، لكن هو اللاعب موهوب مثل ما شفت احنا اليوم في محافظة أربيل، يعني عدد قليل لكن ظهرت لنا بعض المواهب، ونفس الشيء في محافظة هوك أنه كان عدد يمكن 19 لاعب وظهرت لنا أكثر من 3 مواهب، لكن العدد 300 وماكو مواهب، يعني مو شرط أنه في العدد تظهر الموهبة. لكن أرجع وأقول أنه إذا كان العدد هواي وبدون تنظيم أعتقد راح يأثر. بعد إكمال جولة المحافظات أكو بعد هذه الجولة، أكو جولة في محافظة الرمادي وصلاح الدين وسامرة، وراح تكتمل محافظات العراق، وبعدها راح نعطي فرصة للمغتربين. الكادر راح يكون هناك، أكو تنسيق مع المسؤول على المغتربين، راح يكون لهم هم تقريبا من 21 لنهاية هذا الشهر، وبعدها يبدي الكابتن معه. هو راح يكون هيك تنسيق اذا عندهم قدرين، يعني تعرف انه هاي الفتره انه اذا عندهم، واحنا كان اكو اتصال بالمسؤول اللي على اللاعبين المغتربين، قال عندهم امكانيه وعندهم القدره انه راح يجون عندنا تقريبا. نعم انه والوزاره، يعني صراحه انه قال اكو وزاره واتحاد راح يتعاونون بهذا الموضوع. حاليا اللي وصلنا انه اكو 5 لاعبين، 2 في دورتموند، 1 في الدوري السويدي، 1 في هولندا. نتمنى انه تكون مواهب راح تخدم المنتخب الوطني للمستقبل. حقيقة بالبداية أبارك لإخواني وزملاء الكادر التدريبي منتخب الناشئين، وأبارك اتحاد كرة القدم على هذه الشجاعة صراحة وتسمية مثل هيك خامات، سواء على مستوى التدريب أو على حتى مستوى العمل الإداري، لأن بالآخر لازم يأخذون الشباب فرصتهم الحقيقية بالتدريب والعمل الإداري. إضافة إلى هذا، يمكن أنا اليوم كمتفرج أو متابع أو مساند لإخوان وزملاء اللاعبين، أعتقد على الكل أن يأخذ فرصته في الاختبارات، فشي طيب اليوم تفتر، وهذا بادرة حلوة من كابتن عماد محمد أن يفتر كل محافظات العراق، على الأقل يعدل، يعني يسوي فد نقطة العدالة على كل محافظة. اليوم نشوفها بالبصرة، بالشمال، بالغربية، بالرمادي، فهذا فشي طيب. اليوم ممكن يعني يختار اللاعبين ينطي فرصة، لأن هو هذا منتخب العراق، منتخب الوطن. يمكن خلال المحافظات اللي زارها كابتن عماد ممكن اكو اعداد، حسب ما اتكلم يعني شفته انه اكو اعداد تجي هواي، يعني 300 و400 لاعب، لكن ماكو لاعبين، ماكو مواهب. هذا ينطيك انطباع انه يعني الانديه ما تهتم بالقاعده القويه، وهذا الاساس هو اساس كره القدم استاذ. اليوم انت اذا تريد تنهض بالواقع الكروي عليك تهتم بالفئات العمريه والفئات السنيه، كل العالم اليوم يركز على، والدليل يعني بطوله اسيا الاخيره، فريق قطر هذا فريق فترة طويلة مشى من كوادر تدريبية، أموال يعني صراحة كبيرة بالنسبة لهذا المنتخب. اليوم أنت تريد تنهض الصحة، عملية التزوير هذا جانب مهم، كل العراقيين اليوم ناشدون عملية التزوير. النقطة اللي يتكلم بها كابتن عماد والنقطة المهمة صراحة، ما تهمنا النتائج قدر ما تهمنا شنو، أنه نخرج لاعبين المنتخبات. وجهة نظر ستارز للأمانة أقول بدون مجاملة، أنه إذا عملوا الفئات العمرية مثل ما قاعد يعمل كابتن عماد أو كابتن قحطان، اليوم تشوفه كابتن حسن كمال، بهذه النفسية وبهذه، بغض النظر عن النتائج، أنا أعتقد راح ينجحون. إذا بقى عملية التزوير، شنو الفائدة أنت تأخذ اليوم نتيجة أو تأخذ بطولة بتزوير ورا فترة كل اللاعبين الموجودين هم محتزلين أو مبطلين كرة قدم؟ بالآخر ما تقدر تدعم من خلال الناشئين منتخبات الوطن. لازم أبو الأشبال يرحل للناشئين، أبو الناشئين يرشح للشباب، أبو الشباب يرشح للأولمبي، وهي العملية. إحنا كل إحنا لعبنا منتخب وطني، أنا اليوم فرصة حلوة ممكن يجيب لك 400 لاعب، حتى لو يطلع لك واحد استاذ إيفان لاعب واحد، هو هذا داعم للمنتخبات الوطني. أتمنى التوفيق لهم، حتى العداله موجوده صراحه. يعني اكو ممكن قسم للامانه اقول ما اخذوا فرصه المنتخبات الوطنيه لكون مثلا المدرب ما جاء للمحافظه الفلانيه على حساب الفلاني. بالاخر اليوم كل محافظات العراق زاروها المدربين، كابتن عماد محمد خطوه جيده من عده. اتمنى له التوفيق والكوادر اللي، واتمنى لاتحاد كره القدم التوفيق ان شاء الله. يعني لاول مره مدرب او كادر تدريبي لمنتخب
يعني يعمل مسح كامل لجميع محافظات العراق، يعني 18 محافظة عراقية تواجد بها الكادر التدريبي. طبعا إلى الآن محافظات بابل تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية اللي في الفترة الماضية. الأسبوع الجاي سوف تكون المرحلة النهائية بزيارة محافظات ديالى وصلاح الدين والرمادي. الآن متواجدين في أربيل، غدا متواجدين إن شاء الله في سليمانية، 18 محافظة. أعتقد أن هذه التجربة يعني سوف تكون تجربة مستمرة بالنسبة للكوادر المقبلة لجميع المنتخبات على مستوى الفئات العمرية. بالتأكيد نتائجها كانت إيجابية جدا جدا، حتى المحافظات التي لم نستطع بها الحصول على لاعبين كانت تجربة ونتائج. مثل ما نقول أنه يوم أمس كنا في محافظة الموصل، يعني تم اختيار لاعب أو لاعبين، لكن مستوى الـ 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 الأمل ومستوى الفرح اللي شفناه في محافظة الموصل يفوق المستوى الفني، يفوق مستوى الأمور. إعادة روح من جديد إلى محافظة الموصل، أكثر من 70 لاعب تم اختيارهم من بغداد والمحافظات الجنوبية في المرحلة الأولى. هؤلاء اللاعبين تواجدوا في بغداد وتم تصفيتهم أيضا، والآن متواجدين في محافظات الوسط والشمال. أعتقد أنه الخروج بلاعبين من المحافظات يعطي دليل ان الكادر التدريبي والاتحاد العراقي اعطى اولويه كبيره الى جميع المحافظات. تعرف النظره السابقه كانت فقط على بغداد، كانت هناك اتهامات محاباه الى بغداد، لكن اليوم اعتقد انه اي شخص اطلع على تجربه منتخب الناشئين يعلم ان هناك لاعبين من جميع محافظات العراق متواجدين في المنتخب. الكل يعرف ان هناك لجنه منبثقه من بين اتحاد كره القدم ووزاره الداخليه هي المسؤوله على هذا الموضوع، لكن اللي حاليا الكادر التدريبي يعني ما شاء الله انا اقول لهم شالكم صايرين. اللاعب اللي يتم اختياره يتم تدقيقه بشكل كبير وبشكل اولي، ومن ثم بعد ذلك عرضه على اللجنه اللي تعرف انه اللاعب يجيب هويه الاحوال المدنيه والبطاقه الشخصيه مالته. هناك يعني اتصال مع أخوة وضباط مشكورين، يعني يتم الاستعانة بهم من أجل تدقيق الأوراق أو تدقيق شهادة الجنسية أو بطاقة السكن وحتى هوية الأحوال المدنية. اكتشفنا الكثير من الحالات اللي تم إبعادهم، كثير من اللاعبين بياناتهم يعني ما نقول يعني مزورة، ولكن بياناتهم مختلفة عن الأعمار اللي موجودة حاليا. التدقيق على يعني على أتم وجه موجودين يعني يقودون هذا الموضوع الكادر التدريبي. بعد الوصول الى قناعه كامله باللاعبين اللي يتم اختيارهم سوف يتم رفع هذا الاسماء بكتاب رسمي من الاتحاد العراقي الى اللجنه المشرفه على موضوع تدقيق الاعمار، واللي هي راح تباشر اكيد بمؤهلها. بس انا حقول انه هذه اللجنه اللاعبين راح يتم تقديمها، يمكن اعتقد راح سهلنا عليهم الكثير من الامور، راح نختصر عليهم الموضوع واختصرناه اساسا. اعتقد اللاعبين راح يتم تقديمهم جميعهم اعمار صحيحه. الآن طبعا كان السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم متواجد في اختبارات اليوم في محافظة أربيل، وكان مع الجهاز الفني وتحدث للاعب 12 عن أهمية هذه التجربة، وتحدث عن أنه هذه التجربة ما راح تقتصر فقط على منتخب الناشئة، راح تكون لمنتخب الأشبال وحتى منتخب الشباب، وبالتالي هذه التجربة راح تعمم على الجميع. سألناه على أمور أخرى مهمة مما يتعلق محكمة كاس وقضية المعترضين في محكمة كاس نهاية الشهر المقبل، وأيضا سألناه على موضوع الأوسكار بالمدرب كاتانيتش بأمور مهمة. راح نسمع كلام السيد عبد الخالق مسعود حديثة وبعدين نرجع لحضراتكم. مع التهنئة هذا الفوزي بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وأيضا الشعبية والإعلام، كان لهم دور كبير بفوزي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي. اليوم أنا دا أتابع اختبارات اللاعبي منتخب الناشئين بقيادة كابتن عماد محمد، اللي الآن بدأ جولة على محافظات جميع محافظات العراق، وغدا سيسافر إلى سليمانية، اليوم في أربيل، والأمس كان في دوق، قبلها في موصل. هذه جولة يستثمرها إن شاء الله باختيار لاعبين جيدين لمنتخب الناشئين، بالإضافة إلى مجموعة جيدة موجودة في بغداد. وأتمنى الموفقية لكابتن عماد والكادر التدريبي اللي معاه باختيار لاعبين جيدين لمنتخب الناشئين لتمثيل
منتخب في البطولات الآسيوية. نعم نعم الآن كل بدأت كابتن قعطان جثير أيضا كابتن حسن كمال كل من الآن بدأت جولاتهم في محافظاتنا العزيزة. أنا ما كنت موجود أصلا خلال هذا الشهر كله كنت مسافر، إن شاء الله عن قريب نسمي رئيس اللجنة ما أعرف. أنا عضو الاتحاد يكون مشرف، أنا أفضل أن يكون مشرف على لجنة المنتخبات، ولكن تبقى قرار الأخير لاتحاد كرة القدم. نشوف كفاءة إن شاء الله يترأسها لجنة المنتخبات. أذكرت من المدرب اليوم أيضا كثير على أنه هو بعد طالب بحقوقه وكيل اتصل. ما عندنا أي مشكلة، هو محكمة الكأس موجود وخليه يشتكي وإحنا نقدر نجاوب. من الوفد راح يروح للكأس؟ أنت ذكرتني من راح يروح للكأس على محكمة الكأس؟ عندنا دكتور نزار هو موجود. لا لا أنا ما عندي علاقة. أرو عندنا سيد وليد طبرة وسيد زياد وسيد. إذن السيد عبد الخالق مسعود أكد أنه من سيذهب إلى سويسرا بمحكمة كاس هو محامي الاتحاد نزار أحمد وسيد وليد طبرة، و يعني ما راح يروح أي شخص من رئاسة يعني رئيس الاتحاد ما يروح، ولا أعضاء الاتحاد ما حد راح يروح بهم إلى سويسرا على قضية محكمة كاس اللي كنا نعرف قضية المعترضين اللي محكمة كاس حددت يوم 30 و31 موعد للنظر بقضية المعترضين على انتخابات اتحاد كرة القدم الأخيرة. وأيضا موضوع آخر بموضوع الأوسكار ابن المدرب كاتانيتش، لما سألناه هذا السؤال قال أنه على أوسكار اللجوء إلى محكمة كاس والاعتراض هناك ورفع قضية على الاتحاد إذا كان عنده حقوق يأخذها عن طريق المحكمة. شكرا وسيم. خلينا نتابع هذه اللقطات للوحدات التدريبية والاختبارات عفوا اللي أجريت اليوم على ملعب نادي أربيل الثاني بحضور السيد رئيس الاتحاد العراقي سيد عبد الخالق مسعود، كابتن عماد محمد، الجهاز الفني. حضر الصبح حوالي 33 لاعب على شكل مباراة تقسيمة أجريت، و يعني حتى لا يزعل الآخرين لكن هذا اللاعب يستحق التميز حقيقة. صورناه الكابتن عماد محمد استدعاه بشكل مباشر وتحدث وياه اللاعب ابن اللاعب الكابتن ثائر صليوة، وهذا اللاعب شوف هنا عملية تدقيق جوازه وعملية تدقيق هوية الأحوال المدنية و عملية تدقيق هويته وشهادته الجنسية، كل هذه الأمور لهذا اللاعب حقيقة اللي إن شاء الله يا ربي هو ومثله من هؤلاء الأبطال الصغار تجيهم الفرصة الحقيقية في الوصول إلى المنتخبات الوطنية. لاعب مهم وحقيقة مهارته كبيرة. بقى سألنا عليه الجهاز الفني قالوا فقط نتأكد من عمره الحقيقي، إن شاء الله يكون عمره حقيقي ويكون بمنتخب ناشئة العراق مع الكابتن عماد محمد، اللي لما سألناه إذا ما كان شاف عماد محمد آخر بهذه الاختبارات قال فعلا شفنا أطفال بهذا العمر كانوا أفضل من عماد محمد، وشفنا هوار وشفنا يونس وشفنا نشأت وشفنا كثير من اللاعبين الكبار اللي حققوا إنجاز لكرة القدم العراقية. من أيام ومناشدة لأهل الخير ومناشدة لبرنامج اللاعب 12 ولقناة الشرقية، لاعب بنادي البصرة اللاعب عمار علي تعرض إلى إصابة بطلق ناري بسبب مشاركته في المظاهرات في محافظة البصرة على سوء الأوضاع وتردي الخدمات بالمحافظة بالأشهر الأخيرة، وهذا اللاعب تعرض إلى ظلم كبير من مدربة بنادي البصرة ومن الأندية بالبصرة لأنه طردوه بعد ما تعرض لهذه الإصابة وتركوه مهمل. المناشدة والكلام للاعب عمار علي عبر الشرقية وعبر اللاعب 12، نتابع. عمار علي من محافظة البصرة، رياضي حارس مرمى، مثلت العديد من الأندية البصرية ناشئين شباب خط أول، اختبرت بنادي خارج البصرة، عدت للبصرة، لعبت بالنادي اللي كنت ألعب به سابقا نادي لعب درجة ثانية، فحتى المظاهرات بالفترة اللي صارت مظاهرات البصرة فشاركت بالتظاهرات، أثناء مشاركتي بالتظاهرات
القوات الأمنية أثناء ضرب النار والقمح ضرباني طلقة برجلي لين طلعت طالبتي بحقوق البصرة، طالبت فرص عمل للشباب، فكان هذا ردهم أنه ضربوا علينا الرصاص. بعد ما تصوبت طبعا تعالجت فقط بالمستشفى، اتصل بي المدرب قال انت بعد ما تفيدنا، تخرج مظاهرات يعني ما تفيد النادي بعد انت. فبهاي الفترة اللي وصلني فقط الشيخ صباح الكناني من الرياضيين، الرياضيين ما حد وصلني، بالأخص رياضيين البصرة أبناء مدينتي ما حد سأل ما حد وصل، كأنه يعني شيء ما حاصل. فورا الإصابة تعرضت طبعا للاعتقال، اعتقلوني. أثناء الاعتقال قوات سواد قاموا بضربي، قاموا بتعذيبي، ضربوني على رجلي. بعد ما خرجت بكفالة أشخاص مجهولين من الأحزاب اعتدوا علي، ضربوني السكين، شوهوا ايدي، فلشوا أسناني الفوق كلهن، كسروهن. فهذا المقطع مناشدة. إذن اللاعب عمار علي اللي تعرض لطلق ناري أثناء مشاركته بالمظاهرات، طبعا أرسل لنا صور كثيرة لكنها يعني لا تصلح للعرض، صور إصابته برجلة بهذا الطلق الناري وتعرضه لهذا الألم الكبير، وبعدين الألم الأكبر بتركه من قبل أهله الرياضيين وأصدقائه وناسه. هذا كلام بربط لما يعني قرأته في إحدى يعني بالمواقع عن تكريم نادي إيطالي للاعب اللي توفى قبل فترة الأسابيع، وكرموه أنه راتبه هو وعائلته يصل كامل إلى عائلته مدى الحياة. وأيضا خبر آخر قرأته عن تقدير من رئيس نادي زاخو السابق عبد الوهاب محمد عيسى، السيد عبد الوهاب محمد عيسى، للكابتن سردار محمد اللي أوعز بتكريم الكابتن سردار محمد تقديرا لجهوده الكبيرة بالتأهل للمنتخب الأولمبي. إذا أمكن نشوف الصور، بالتأهل لنهائيات آسيا الأولمبية في خطوة رياضية من شخص رياضي عارف وقادر على تقدير الرياضيين، وخطوة رائعة بالتأكيد. تكريم ابن محافظة دهوك الكابتن سردار محمد بدورة تدريبية على حساب الشخص المعني تقديرا لهذا المجهود والعمل الكبير، تحية لهذا العمل الرياضي الكبير. لكن هاي الخبرين خلتني أقارنها بالتكريم اللي حصل عليه المنتخب الأولمبي، الساعة والوعود اللي ما تحققت إلى حد الآن من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومن قبل مستشار السيد رئيس الوزراء للشؤون الرياضية السيد اياد بنيان للمنتخب الأولمبي. أول ما صارت قبل أسبوع استضافينا السيد رئيس البعثة السيد إحسان الزيرجاوي عضو الاتحاد، وقال أنه وعدونا أنه خلال هذا الأسبوع تنحل القضية ويصير التكريم. وإلى اليوم التكريم عبارة عن ساعة واحدة سعرها 25,000 دينار. وين حقوق الرياضيين؟ وين التكريم الرياضي؟ شوف نادي كرم لاعب براتب إلى وعائلته متوفى، راتب إلى وعائلته مدى الحياة، رئيس نادي أسبق رياضي يحب الرياضة يتابع الرياضيين، يكرم مدرب بمحافظته بدورة تدريبية على حساب النادي على حسابه مدى الحياة، عفوا دورة تدريبية خارجية. نذكر لعل الذكرى تنفع ونستمر بالضغط حتى يحصل المنتخب الأولمبي على تكريم يليق به. منجز رياضي آخر بمتابعتنا اليوم، السيد صالح المالكي الخبير القانوني الرياضي اللي دائما يشرفنا باللاعب 12 واستجابته تكون لنا سريعة جدا، نشكره بالتأكيد. يوم أمس وقع كتابه الرابع، تفاصيل هذا التوقيع والكتاب بهذا التقرير. أقيم في اتحاد الأدباء والكتاب ببغداد حفل توقيع كتاب جديد للخبير القانوني صالح المالكي وسط حضور إعلامي ورياضي. الكتاب هو الرابع لمؤلفه والذي أصدر 3 كتب قبلها كانت تعنى بالقوانين الرياضية، لكن هذا الكتاب ربما يختلف قليلا عن ما أنجز سابقا، فهو يتحدث عن المنشطات في الرياضة وبعنوان المسؤولية الجنائية لاستخدام المنشطات في المجالين الرياضي والمجتمعي.
فتلعب المنشطات دورا كبيرا اليوم في حرمان صاحبها من مزاولة الرياضة نهائيا. وهنالك من الأمثلة الرياضية المحلية والعالمية على ذلك، فتطرق المؤلف إلى جانب مهم ظهر التجديد عليه واضحا مع كثرة الفحوصات العشوائية في كل استحقاق واستمراريتها للتأكيد على مخاطرها، مع العقوبات الصارمة والتي بدأت تزداد وتنهي مشوار صاحبها إلى الأبد. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. سيد صالح المالك، كلنا نحييه على هذا المؤلف الرابع ونحييه على هذا عمله وجهده الكبير. تحدث للاعب 12 عن هذا الكتاب وأهميته بتوعية الشباب الرياضي. نتابع. طبعا هذا الكتاب هو عملناه باسلوب بحثي شيق، يعني حتى المفردات قريبة على الواقع العراقي، لذلك هذا الكتاب سوف يحاول جد الإمكان تسليط الضوء من أجل تحقيق الردع العام، سيما أن هناك منشطات تفتك بالشباب العراقي. عندنا حالات وفيات كثيرة، الشباب حاليا يتناولوا داخل القاعات وخارج القاعات، أيضا على مستوى الرياضي عندنا لاعبين على مستوى أندية انحرموا 4 سنوات وأربعة أشهر إلى آخره. لذلك علينا واجب أخلاقي وقانوني، أنه أولا يجب أن يكون قانون يحقق الرد العام، واثنين قبلها أن نحقق الوقاية من هذه الآفات المميتة. ولا يختلف يعني ولا تختلف المنشطات عن المخدرات، وبالتالي لا يوجد قانون عراقي ينظم هكذا مسألة، سواء كان بالتحقيق الرد العام أو بالوقاية. لذلك نتمنى من الرياضيين الاهتمام بهذا المؤلف ويقرؤوا، وأيضا السادة المشرفين والمدربين والأندية كلهم ذولا مطالبون بتحقيق حقيقة أشياء مهمة جدا للرياضة العراقية والإنسان العراقي. هذا الكتاب الرابع اللي هناك كتاب كان موسوعة التشريعية الرياضية، وأيضا غطت أنا أشكر برنامج اللاعب 12 وكل العاملين في قناة الشرقية لأنه غطوا بداية كتبي، يعني الكتاب الأول هذا كان موسوعة التشريعية الرياضية وراء قواعد القانونية منظمة العقد الاحتراف الرياضي، وكذلك حق استعمال القوى البدنية، واليوم عندنا قانون المسؤولية الجنائية لمكافحة المنشطات في المجالين الرياضي والمجتمعي. لذلك كل هاي مهمة جدا، وعلينا أنه حقيقة هذا الكتاب أحاول أجد مكان بمفردات يعني سهلة من أجل أن يتناولوه، وأيضا راح يفيد أنه بيه ممنوعات القائمة بالممنوعات من الفيفا والاتفاقيات الدولية المصادق عليها العراق، وكذلك حتى تعليمات وزارة الصحة في مسألة تنظيم القاعات الرياضية. لذلك أتمنى من الرياضيين أن يقرؤوا جيدا، وكذلك رؤساء الأندية والاتحادات. شكرا جزيلا. أيضا مجموعة من مدربينا وخبرائنا بكرة القدم كانوا حاضرين توقيع هذا الكتاب وإطلاقه، الكابتن يونس القطان، الكابتن عبد اللطيف كاظم، والكابتن كريم نافع، وأيضا الأستاذ الفاضل الدكتور قاسم لزام. تحية له، تحية كبيرة طبعا لدكتور قاسم، ونسمع رأيهم بهذا الكتاب وبهذا العمل البحثي المتعلق بتوعية شبابنا. نتابع. حقيقة هذا الكتاب للمؤلف الأستاذ صالح المالكي سيحدث نقلة نوعية جديدة في مجال عدم تعاطي المنشطات، لأن الثقافة مهمة جدا بالنسبة للرياضي، والرياضي الآن بأمس الحاجة إلى أن يتسلح بالثقافة الرياضية ليتسنى له تحقيق طموحاته بشكل مشروع. كل المنشطات حقيقة هي خطيرة على حياة المجتمع، وتحتاج إلى دائما ثقافة، وتحتاج إلى تثقيف وترويج وورش ومؤتمرات خاصة للحد من هذه الآفة الخطيرة اللي حقيقة تناولها الأستاذ صالح المالكي في كتابه رائع جدا، وإحنا جدا مسرورين اليوم من توقيع الكتاب وبحضور كوادر أكاديمية وطبية في هذا المكان اللي تم بتوزيع الكتب المؤلف اللي للأستاذ صالح. حقيقة سيحدث نقلة نوعية جديدة بالنسبة للرياضيين، ويتعرفون من خلاله على بعض القوانين المهمة اللي هي ضارة بحياتهم الرياضية. بالحقيقة نشكر أولاً أستاذ صالح على كتاب القيم اللي يعالج
عام جانب مهم في حياة الرياضي، بدليل ما صار عندنا بعد قبل فترة صار عندنا أحد الشطحات القوية بدليل حرمان لاعب على مستوى لجهلة بالقانون. احنا هنا عندنا ثقافة معدومة تماما بالنسبة للجانب من النشطات، لذلك أشوف أنا هذا الكتاب أعتقد نقطة تحول للوعي، الوعي الفكري للاعب والثقافة العامة للاعب. اللاعب العراقي يتشل كثير من الأمور، اللاعب العراقي راد له ثقافة أكثر ما أمور فنية، بدليل احنا إذا نقيس على مباراة أمس، عوف المباراة أمس مال الزورة، أعتقد هذا اللاعب هذا الكتاب يفيد بشرط على أن أحمل الإدارات إلقاء محاضرات، وحمل المدربين إلقاء محاضرات للاعبين، للاعب يتشل، للاعب مع كل احترام اللاعب المثقف، اللاعب العراقي الآن أمي متخلف، لا يتابع لا يقرأ لا بالحقيقة، لذلك يشوف تبعياتها سلبية علينا. أقول هذا الكتاب نقطة تحول إيجابية في تاريخ المنشطات وكيف المعالجة منعته علينا، لأن صار أصبحت عامل مهم من النشطات، العالم كله العالم كله دا يشتغل على هالأمر، الأمر مهم، فعلينا نقول أقول متابعات مهمة من قبل الأندية. شكرا للأستاذ صالح على الكتاب القيم. طبعا هذا الكتاب هو عملناه بأسلوب بحثي شيق، يعني حتى المفردات قريبة على الواقع العراقي، لذلك هذا الكتاب سوف يحاول جهد الإمكان تسليط الضوء من أجل تحقيق الردع العام، سيما أن هناك منشطات تفتك بالشباب العراقي، عندنا حالات وفيات كثيرة، الشباب حاليا يتناولوا داخل القاعات وخارج القاعات. شكرا أصدقائي لكم للمتابعة، وبالتأكيد يعني إن شاء الله بكرة نكمل مجموعة أخرى من اللقاءات عندنا بما يخص موضوع منتخب الناشئين، موضوع توقيع الكتاب وأمور كثيرة أخرى. ما ظل لنا وقت حتى نتصل بالسيد علي الأسدي اللي اتصلنا به بشكل شخصي قبل البرنامج، قال إحنا إلى حد الآن ما مجتمعين، وبالتالي ممكن الاجتماع يكون اليوم بالليل والأمور تحسم، فباكر إن شاء الله راح يكون لنا متابعة لهذا الموضوع. أنا أشكركم الشكر الجزيل أصدقائي على تواجدكم ويانا اليوم بالحلقة، شكرا لكل الشباب الرائعين بعملهم ويانا بحلقة طويلة مليانة لقاءات وعمل هواية، شكرا لكم الشباب، وأشوفكم باكر إن شاء الله، إلى اللقاء.